بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل، ودخل القلة القليلة في بداية هذه الدعوة في دين الإسلام، وكانوا مستخفين بدينهم، يجتمعون في ذلك البيت في أطراف مكة في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم القرشي رضي الله عنه وأرضاه. عندما تتصور الصمت المهيب لحوافر خيل يركبها عشرات الآلاف المدججين بالسلاح المنتظرين للموت في ساحات القادسية، وحينما تتأمل الثبات الظاهر في عيون عشرات الآلاف المحيطين بجيش دولة الروم العظيمة في سهول دمشق، وفي مقدمتهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان، حينما تستحضر صوت الأمواج الهادرة وهي تلامس حوافر خيل عقبة بن عامر يطلب يابسة ليكمل فتوحات الإسلام فلا يجد، فكأنك تسمعه وهو يقول: والله لو أعلم أن خلف هذا البحر يابسة لخضته غازيا في سبيل الله. حينما يمر بطيفك موسى ابن نصير وطارق والمثنى وقتيبة وقطز وبيبرس وصلاح الدين ومحمد الفاتح، ومن ورائهم مئات الآلاف من كتائب الإيمان السائرة إلى الموت، إلى الموت في سبيل الله راضية مطمئنة، تجوب الأرض كلها مشرقها ومغربها لتبلغ رسالة الإسلام الخالدة. تذكر وتذكري، تذكر أخي المسلم وتذكري أختي المسلمة، أن كل هذا وغيره كثير كانت بدايته في 12 رجلا دخلوا بيتا في جبل في أطراف مكة يقال له جبل الصفا، دخلوه في خفية خوفا من قومهم، فتربوا على يد أعظم قائد وأكمل معلم وأصدق ناصح صلوات ربي وسلامه عليه. البدايات عماد كل شيء وعموده، عليها يكون بقاء ما بعدها وقوته وقدرة أصحابه على مقارعة الباطل وصده وهزيمته. فأحسنوا بداياتكم تحسن بإذن الله نهاياتكم. تربوا على يد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، تربوا على أن دين الله فوق كل شيء، والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أوثق عرى الإيمان الأخذ الحب في الله والبغض في الله، من أحب لله وأبغض لله وأخذ لله وأعطى لله فقد استوثق عرى الإيمان، أصبح الإيمان والإسلام أحب إليهم من أنفسهم ومن أموالهم ومن أبنائهم ومن زوجاتهم. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن أهون ما تكون النفوس حينما تسام على دينها فيبذلونها راضين مطمئنين، فإن كل شيء يذهب في بقاء الدين لا يعد خسارة، فإنه مكتوب عند الله عز وجل أجر ما فات المرأة ونقص من دنياه في ولده وماله ونفسه وعافيته وفرحه. فإن بقي لك الإسلام وبقي لك الله وبقي لك رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت في عافية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه هي العقيدة، توحيد الله، توحيده عن كل شرك، وتنزيهه أن يكون له ند وشريك وولد وصاحب وصاحبة. خرج صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة في أمم تعبد الأصنام، تعبد الحجر، تتوسل إليها، تتقرب إليها، تتوسل بها، تسألها حوائجها، تذبح لها وتنحر لها وتطوف بها. فجاء هذا الإسلام على يد هذا المربي صلوات الله وسلامه عليه لتكون القوة الحق
في مواجهة قوة الباطل، كما قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.